فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري. أتدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ رحم الله البردوني حينما اختار صنعاء وليس غيرها، وكأنه كان يتنبأ بتلك اللحظة التي سيأتي المستعمر السري ليقف على شاشة معروضة في الجدار وتحته تشد الرقاب إليه من رجال كنا نعتقد أنهم رجال دولة. جميعكم شاهد تلك الصورة المخزية لأمين العاصمة ومن معه وهم يتطلعون إلى الجدار، يتطلعون إلى جرذ لا قيمة له، لكنهم هم الذين يصنعون منه هذه القيمة. هؤلاء الذين كان يعتقد المرء بأنهم قامات كبيرة، ولكن المرء حيث يضع نفسه. من كان يتوقع بأن المستعمر السري يخرج من داخل البلد ويزعم أنه يريد تحرير البلد من المستعمر؟ من كان يدري بأن هذا المستعمر السري يشد الناس جميعا وراءه إلى حيث فارس، إلى إيران، ويزعم أنه يريد تحرير الكرامة الوطنية واستعادة السيادة الوطنية؟ تلك صورة أعتقد حينما يراها أبناء أولئك الذين كانوا في ذلك الاجتماع الموسع سيموتون قهرا. لذلك الموقف المخزي لآبائهم، ما الذي يدفعهم لأن يضعوا أنفسهم هذا الموضع؟ وهل يعقل أن النخوة ماتت إلى هذا الحد، أو أن الكرامة أتيح لها أن تنتهك إلى هذا الحد؟ وفي المقابل صورة أخرى، صورة لقيادات المؤتمر وهم يطالبون بجثمان الشهيد الزعيم الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح، ويخرج من وسطهم ذلك الذي تحوث وأصبح متبنيا لمواقف الحوثي ليعلن وبالخط العريض وبالصحيفة الرسمية الناطقة باسم الحزب، ليقول لهم إن جثة زعيمكم لم تعد في الثلاجة. ما هذه المواقف التي تصدم المواطن اليمني كل يوم؟ ما هذا التناقض؟ يزعمون أنهم يوحدون المؤتمر وهم يصرحون بتصاريح مختلفة. طرف يريد استعادة الجثة وطرف آخر يقول لا وجود للجثة. أيعقل أن يكون رئيس اليمن ل33 عاما الذي نقلها إلى كل المحافل الدولية يتعاملون معه بهذا الصغار؟ غير معقول وخارج المألوف وخارج المنطق. ثم يأتي بيان طويل عريض ويترحم على كل الشهداء، لكنه لا يجرؤ أن يترحم على سيد الشهداء الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، ويزعمون أنهم يعملون بموجهاته. أبعد هذا الجنون جنونا؟ أبعد هذا الخواء خواء؟ دعونا ندفع الحجة بالحجة، نحن معكم،
وكما تزعمون بأنكم ذهبتم إلى مقدمة الصفوف لكي تستعيدوا للمؤتمر الشعبي العام موقعه وللوطن السلامة والحفاظ على وحدته. إذا لم تستطيعوا أن تستعيدوا، بل لا تستعيدوا، لم تستطيعوا أن تترحموا على قائدكم ورئيس حزبكم، فكيف تستطيعون أن تحافظوا على الوطن أو على الحزب؟ إذا كنتم لا تستطيعوا أن تفرقوا بين دعوة زعيمكم وموجهاته في 2 ديسمبر وبين ما تسلكونه من طرق متعددة، هاتوا حجتكم إن كنتم فاعلين. ما الذي أصابكم؟ ما الذي أصاب اليمني ذلك الشامخ، أو على أقل تقدير ذلك الذي صنع له المواطن صورة ذهنية مغايرة لما هو عليه اليوم؟ الحوثيون اليوم في أضعف مراحلهم، وهم يجوبون العالم بحثا عن مخرج لمأزقهم، وتصرون أنتم على أن توفرون لهم الغطاء مرة أخرى. يعيشون موتا صناعيا، موتا سريريا، وتصرون أنتم على أن تبعثون فيهم الحياة مرة أخرى. انظروا إلى إعلامهم، يكذب كل يوم بأن هناك حوارات مع السعودية، وحوارات في لندن، وأخرى في تونس، وأخرى في عمان أو في مسقط. كل ذلك هراء، يريدون أن يطمئنون أنفسهم وقواعدهم بأنهم ما زالوا مرغوبين من قبل المجتمع الإقليمي والدولي. إنهم يعيشون سكرات الموت. ما الذي أصابكم؟ حزب مدني يمتد بطول البلاد وعرضها، ثم بعد ذلك نأتي لنقزمه أمام عصابة إرهابية، عصابة لا تمتلك من الأخلاق ولا من القيم ولا من الدين ولا من الأعراف شيء، أهانت الدين وأهانت القيم والأخلاق وأهانت الناس، وانتهكت حرمات البيوت وسرقت كل شيء. ما الذي يخيفكم؟ أيعقل أن يكونوا هؤلاء رجال علي عبد الله صالح الذي جعلهم في مقدمة الصفوف، وهم اليوم يذهبون إلى مؤخرات الصفوف لكنهم يقطعون الطريق على قواعدهم؟ القواعد تقول نحن مع 2 ديسمبر. ما هو 2 ديسمبر؟ إن كنتم مع ما قاله الزعيم علي عبد الله صالح كما تصرحون، فتعالوا إلى تلك المحددات والمنطلقات. فك الشراكة، ماذا يعني فك الشراكة؟ نبرر ونقول بأنكم تحت تهديد السلاح وأنكم لا تستطيعون فعل شيء، شيء جميل، لكن على أقل تقدير اصمتوا. تتحدثون عن العدوان، وهل هناك عدوان أكبر من عدوان هذه العصابة؟ تتحدثون عن الحصار، وهل هناك أفظع من الحصار الذي تمليه عليكم هذه العصابة وعلى الشعب اليمني؟ أين مقرات الحزب؟ تقولون تحافظون على المؤتمر الشعبي العام وتحافظون على الوطن، جميل، أين مقرات الحزب؟ لماذا فرع المؤتمر في الجامعة آثاثه معروضة للبيع؟
هذا هو الحفاظ على الحزب وعلى ممتلكاته. أي منطق تنطلقون منه؟ نقول أنكم تحت الضغط والتهديد بقوة السلاح ونبرر ذلك، لكن أما وأن تصدروا بيانات بتلك المواقف المخزية فهذا غير مقبول. هذه إهانة للقواعد وإهانة للحزب وللوائحه وأنظمته الداخلية. ما الذي يجعل حزب بحجم المؤتمر ينيخ لهذه العصابة حينما تكونون جميعكم مع بعضكم البعض لن تستطيع فعل شيء؟ إنهم يبولون على فرشهم بعد مقتل الزعيم، ثقوا من ذلك تمام الثقة، يعيشون حالة خوف وهلع. نحن لا نطالب بالجثة ولن ندفن جثة الزعيم إلا بعد أن ندفن كل حوثي تحت التراب. لا تساوموا، لا تجعلون مواقف المؤتمر بهذه الطريقة. ذلك الحزب العريق الذي يعد مدرسة في السياسة وفي الإدارة وفي الاقتصاد، ما من رجل تخرج من مدرسة المؤتمر الشعبي العام من أي حزب كان إلا وكانت له بصماته في بناء الدولة ومؤسساتها. ما الذي يحدث؟ جرد يختبئ تحت الأرض وتخافون منه كل هذا الخوف؟ يجتمع بكم من خلف الشاشة؟ لا يعقل هذا بالمطلق، لا يعقل هذا. وكما قلت لكم يحاولون في هذه الأيام أن يعيدون الحياة لأنفسهم، ويزعموا إعلامهم بأنهم يفاوضون هنا وهناك وبأنهم يبحثون عن السلام وما إلى ذلك. هذه العصابة لن تجنح إلى السلام إلا بعد أن تداس وتهان ويهزم مشروعها. وهناك فرق بين مشروع هذه العصابة وبين وجودها، لا بد أن يهزم هذا المشروع. لا تعتقدوا ولا تتصوروا بأن هذه العصابة سترضخ للسلام. هل يعقل من يحصل على مليارات من الريالات من فارق مشتقات النفطية ومن دخل المواصلات الاتصالات والضرائب والجمارك وشركة التبغ والكبريت الوطنية، هل يعقل أن هذا يريد للحرب أن تنطفئ؟ هراء هراء ذلك. هذه العصابة فقط خسرت كل شيء بعد أن أقدمت على فعلتها المشينة، بعد أن أقدمت على جريمتها وقتلها للشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. تعيش سكرات الموت وهي تحاول الآن أن تفاوض لكي تستعيد أنفاسها. كما يعلم الجميع حينما تشعر بالهزيمة فهي تبدأ بالتفاوض لكي تنتقل إلى مرحلة أخرى وهكذا، لكنها لا يمكن أن ترضخ إلى السلام إلا بالقوة، ولا بد أن تداس بالقوة. والذي يعتقد غير ذلك فهو واهم. هذه الجماعة لا بد أن تداس لكي تذهب نحو السلام. أكتفي بهذا القدر وألقاكم في حلقة قادمة.